فلوغ هو الدراري ذاتس كونتنت. كو كنت هندي ما نبغيش ندي الهنوديه ديالي لشي قنت، نبغي نخليها في الهند. ام جلاد انا بنادم تي انجوي المغرب الصاط. حياتك تعيسه الا كنتي غير في هذا الشاط هذا وتعيس بحال هكا، فحياتك غتكون اتعس. Is it safe to travel في المغرب as a female؟ شفت واحد الامريكانيه تدور في كازا ولا ما عرف الرباط وكلش وكل شويه تابعينها بالطوموبيلات اصاحبي. صراحه المغاربه كيطلعوا هاد الكونتنت الدراري. ها هي عندها غير 2000 ديال سبسكرايبرز ديجا طلعت 36. I bought this for Ibiza, but I don't know if I'm going to go this year, so we're bringing it out in Morocco. It's like this cute sparkly bikini top and then like matching skirt and then I have like matching bottoms. So we love that. Right. This is going to be the worst reaction ever. I have nothing to react to, Asad. I have only one reaction. She's ready to surf in Morocco. Yeah, I think مع هادشي اللي واقع في الانجليز دابا she's way safer في تغزوت. This is انجليز right now. This is her hometown at الدراري. I don't know if I'm, I'll be safe إلا مشيت للانجليز دابا. صاحبي بغاو يحرقوا المهاجرين. بقاو غاديين يا اي نو بنادم كاين المشاكل المهاجرين كدا داكشي ديال الغير شرعيين وهذا بقى ولاد الكلاب صاحبي لصقوا لهم ديك اللعبه ديال راه هما اللي قتلوا هو داك راه شي واحد اللي نيت تولد في الانجليز هما اللي قتلوا دوك البنات الصغار وكدا صافي وهي تشعل دابا وزيد عليها ترا داك موسك حتى هو جالس يبارطاجي في داك التخاور ديال القوضه صاحبي وتيزيدوا حتى هاد ولاد Let me tell you واحد النوع ديال البشر اي خرج على المسلمين في الانجليز وفي العالم هذا هو بحال هاد هادو. What would happen to a gay couple in Palestine, sir? What? What would happen to a gay couple in Gaza? They executed according to Islamic law. Islam doesn't endorse gayism. Islam doesn't endorse homosexuality. Do you think that's good, sir? Do you think it's good for gays? Islam doesn't approve of being gay. I see. Okay, so would you like to see Sharia law in Canada replace Canadian law? At some point it will, you know, because we have families, we are making babies. You're not, your population is going down the slump, right? Yeah. And by 2060, according to Pew Research Institute, yeah. Your research, by 2060, Muslims will be the biggest religious group the world over. Right. What are you going to do then? Actually, are you going to oppose Sharia is even then? Well, you know what? I'm very appreciative of the honesty. We don't usually get that. So you do support Sharia. Just like you had a Muslim, a Western majority nation in a land of Native Americans, one day we can have a Muslim majority nation here in Canada. What happened to a... So much just for a narasna for Sharia League. God fucking damn it. Dude. شوف تولد معك وحاول دير الشريعة له باسكو تلقى باش تفضح راسك هو هادي دابا غياخدها راه مازال ما شافهاش ايلون ماسك ناري ويشوفها غادي يحطها لهم في الطوب ديال هذا شوفوا شنو المسلمين بغاو يديروا لا غدا تلقاو قتلوا عاوتاني واحد 10 ديال المسلمين ولا شي فهمتي الهنود ولاد فين ما مشيتي الهنود هكا داير مراد لا المسلمين ديال الهنود لا الهندوسيين ديال الهنود واحد صاحبي غتهموه في الهند صاحبي ما كانوش يمشيو يقتلوا المسلمين قال لك واحد تهموه انه كلا بقره واشو داب مشاو قتلوها صاحبي وجرجروه والاغتصابات تيغتصبوها صاحبي العدد ديال العيالات اللي كيتغتصبوا في الهند صاحبي راه لا يمكن كندا ولا كامل الهند هدف ماتش جو بونشي فينال دي شي مان واش شنو تيكسبوا في الشاط هايست ليفل اوف ديسريسبكت ذيس از نوت رايت ويلكم تو كندا اي مين انديا ورا بيان سور صاحبي راه في شكلها صاحبي تشوف بحال هكا بلادك I don't know انا ما عنديش مشكله مع الايميغرانت انا براسي ايميغرانت في هاد البلاد مي ما غنشد الجنسيه الدراري غنولي ضد الايميغرانت شوف انس شوف المغاربه ماشي مشكل الهنود لا كون كنت هندي ما نبغيش ندي الهنوديه ديالي لشي قنت نبغي نخليها في الهند والله الا تلاقيت مع واحد ما عمر لقيت شي بنت
ما حملتهاش في الامريكان قد واحد الهنديه صافي مريضه فقط. الهنود مرض مرض. الجنسيه الوحيده اللي اود نيفر ديت منهم نيفر نيفر، ما عمري نتلاقى مع شي هنديه وغنقول عجبات. ما عنديش مشكله مع باكستانيه باش ما تقولوش راسيست على ديك الجهه، هنديه هنود نو ماشي. حنا كذبوا علينا في داك دوك المسلسلات الهنديين ولاد الكلاب، اي ثينك ضحكوا علينا بدوك المسلسلات الهنديه الافلام الهنديه وداك الشيء، ضحكوا علينا بداك نيكيتا ديال البوكر. ونيكيتا الصات ديال البوكر جايه من الجنوب ديال الهند، راه ماشي عندهم واحد البلاصه عندهم اصلا سميات مسيحيين وهما كاملين هم مسيحيين وشويه زوينين فهمتي. Guys, the police just stopped us and checked. They were like, asked for my passport, but I didn't have it. So I. بوليس عندنا المراقب. I wanted to vlog, but I also didn't want to get arrested in Africa. Africa. I mean, we are Africa. ما فيش يقولوا Africa، راك عارف Africa زي ما راف. This is Paradise Valley behind. هاد Paradise مال ما ولا بدير بحال هكا. It's so pretty. It's not pretty. That's like, I don't know. مبقاش بارادايز هذا. ولا بحال ما ديال 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 السين. Yeah. Okay guys, I'm about to jump in. والله ما نتنقص في هذا المصايش كل اللون ديالو. Like it's just so pretty. Oh, it's cold. That is so good. Oh, I knocked the drawer. Knocked. Here, equal high. Can't you make? Well, it's okay. The equal value. Can't you make? I can't. The bacteria. The media. The bacteria. Ew. Nah, bro. Nah. I'm not fucking jumping for the mad. Adi busaliya tra. A vlog what tra. I mean, that's content. But yeah, I had such a sick time in Paradise Valley and it was probably like the best thing I've done. I'm glad I'm not to enjoy the Maghrib Wassat. So guys, my food is here. It looks delicious. My tea is sweet enough. صراحة بغيت نكتشف المغرب كثر الدراري. I don't know. I wanna discover my country. كيفاش غندير جيم؟ غادي نسبسكرايب. I think خاصني تكونيكت مع my roots through the Wassat هادي. مازال في المغرب بلاتي. I found the best surf teacher. Yeah, the surf teacher. احنا في surf teacher. صافي ما بقيناش بوحدنا، كنتعشاو بوحدنا قدام البحر. داها لينا. ايو. تبالي احسن خدمه كاينه في المغرب الصاد دابا هي تصرف تيتشر تاع غزز. Waited for him but now I'm starving because I've only had breakfast so now we're eating dinner. I ordered a chicken. هذا غير صديق. الوجه هذا ماشي ديال غير صديق، هذا ما تعتمنوش على راسك اصاحبي، تعتمنوا على نانان. اصنا الدف فيس ديال غير صديق، ديك الضحكه ماشي ديال غير صديق. We just came on the motorcycle. Okay. I almost died. ديك الركبه ماشي ديال صديق الدراري. I had 3 times, but that's living. ويلا عليه. Is a red flag. ناس صاد. سكال كونفيدنس ما كاينش لا طويله لا. هذيك عايله ما عندكش الكونفيدنس ديك الساعات. سكال كونفيدنس صاد. قهوه. 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 If you didn't know. تبدا بالقهوة كتسالي بالقهوة في نصاصات الليلة صاحبي. شو واحد الفيديو كنت شفتو شحال هادي ديال وحدة جات للمغرب. تشيك ذيس اوت. لوك 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 لوك
Stop following us. Look, sure. God fucking damn it. كضرب في اخوك المغربي الباني كساط. ما عنديش مع بنادم اللي كيحطهم في اخي المغربي مقود عليه ما تعطيهش شات ذا فاك اب. عرفتي شنو على هاد الهضره هادي؟ ما كاينش تايم اوت بان على الحقد ديالك. حقود دابا انت حقود في حياتك. غتجيب لي غير النيجاتيفيتي في هاد في هاد الشاط هذا. ما تيعرف ما تنعرفش انا هذا ينعس معاه ولا ما ينعس عاود حياته هذيك بروفيسيونيل ولا لا. ولكن انت سرق الزيت اول. انت غدوز غتكون في 50 عام حتى واحد ما غيشوف جهتك. حياتك تعيسه اول. الا كنتي غير في هاد الشاط هذا وتعيس بحال هكا فحياتك غتكون اتعس. انت الصاط ما عرفتش صراحه انا كيفاش ممكن ننصحك باش تحيد تبدل من حياتك. جبونس الحياه الجايه ديالك الا صدقتي في شي ريانكارناسيون ولا شي حاجه كنتمنى انك تطلع شي شي فار ولا بعد اتليست اكسبكت. ضيعتي داك الروح ديالك على الانسان ضاعت. افيلك ضاعت. كان ممكن ان الروح ديالك تكون فار ولا فشي لعيبه كانت تكون حسن بداك الحاقد وكذا ولا هي هندي. ما ضيعتيها صافي لايك ليتيرالي. كاين مليار ديال الارواح تيتسناو الملايير باغيين يدخلوا في شي جسد يكملوا. انتس مادفاكر دارو هكاك فهمتي بارده تولد بالعقل مغربي فاكين شيت. تشوفار الدراري از تشوفار موه. ما تكونش بحال هكا صاد والله الا كنهضر معاك ما تكونش بحال هكا. حقود من اجل لا شيء طومبي صاد نا بوليتي بحال الاساتذه ديال الابتدائي كتقول ليه ما غدير والو في حياتك. نو هذاك كيهضر مع الاطفال. انت كطفل كتكبر تقدر دير تقدر ما ديرش. انا كنهضر مع واحد ديجا ما دار والو في حياته تروطار سالينا هي ازن دي اند ما بقاش ما يدار صافي. العقل فيه جوج الخلايا خدامين حتى حاجه ما صافي سالا. انا ماشي بحال الاساتذه. انا كنجي كندير بوست مورتم سالينا تنقول له انا غير شنو واقع عليه. سو لايك واي اكزاكتلي لايك نو الدراري ما تكونش هكا بحال هكا تتحطمو في بنادم. دابا مغربي بحالك بحالو كدا الساط از سيرف راه اتليتيك سيرف كدا روين. علاش كتحطم فيه وتقول كدا هادي؟ علاش؟ از اكشلي نايس جاي لايك. حد الان ما شفنا فيه حتى حاجه اللي كتبين على شي حاجه من غير انه ريلي نايس جاي كيدير داكشي اللي كيبغي عايش الحياه في هذا. علاش؟ We do Ramadan like because we care a lot about like we are Muslim, so we care a lot about like people. They are poor, they don't have like anything to eat like whole day, like in Gaza or in Africa, people they don't have like even like a good like water, you know. This guy, أكمل تهضر مع ساطاتي تيزان إنجليز كده هاتو كيش بتغزات يقول له ما عندهمش لما. This guy is good, he's awesome, Asafi. He's a good guy. And that's why we respect these people and we don't eat and we don't drink like from the morning until the sundown. So دابا هو تيشوف رمضان على انه كتضامن مع الناس ديال غزه. شو صاحبي الطيبوبه ديالو دود تستاهل تستاهل والله ما يبقى فيا الحال الصاط. خذ راحتك. And also like for to meet your family, you know what I mean? So this age, like it's good family time. Yeah, make family like even I go to visit my family or visit or my family they will visit us. So this is how we do like the Eid and everyone we dress like white dress like a jilaba. It's like a traditional jilaba and then we go out, we start to. He's a good ambassador ديال المغرب الدراري. Oh, he's a good ambassador. تحية ليك الصاد. إيزاك ناد المنبر. And then we have a 3 month and then it's gonna start like the second Eid. This is the big feat and the big festival. It's like people they were we kill the sheep. It's for us it's Muslim like we care a lot about كلها we sacrifice the sheep. It's more cute. We sacrifice the sheep to God. Nah, don't fucking do that, kill us. We kill the sheep. No, chill صديقي. The sheep so راه تياكلوا ماكدو ولكن ما كيعرفوش ان ماكدو فيه داكشي تقتل فهمتي. خصك بحال هادو تمشي لهم بشويه. ما تقولش حتى داك ماكدو راه وي كيل ذا شيب وكتاكلو في ماكدو. نو سير معاهم بشويه.
we do like a barbecue, like one day for a barbecue, and then the second day it's a festival. Nah, قطعته. Fuck you. Fuck you, Australia. ما تقطعي ليش زاك. ما تقطعيش ليا زاك. تقطعيش هو كيهضر. وخا ديك كيل شي بشوية قاصحة مي يعني. This is to help me feel the motion on the surface. اي زاك حيد يدك. حيد يدك زاك. شدي. تالوات. Good morning guys. ابتسامة. ابتسامة كبيرة على الفيديو الاول. الفيديو الاول كانت غير I feel lonely. I'm by myself in Morocco. I'm eating dinner by myself. اليوم good morning. ابتسامة كبيرة. ابتسامة كبيرة. It's 8 o'clock and we have come down to Anchor Point. We have come down. We? كيفاش we have? مع 8 الصباح. منين جيتو مع 8 الصباح? We came on the scooter. We came in this. Let's go. And there's barrel waves. قصتي من رمضان. داك الشيء الاخر. اول واحد في رمضان. دد انو بعد الظن اسم ولكن تنتمناو له الخير والله ما كرهناش ان يكون قضى غرض حتى هي قضى غرض حتى هي مالها هي از ا كاتش ما نحن حنا تنبقاو نهبطوا بالدراري ديالنا بحال زعما هي البرايز شو صاحبي مطراسي الصاد تيتريني كي سيرفي هي اللي خاصها تحمد الله صاحبي ما حنايا كنجالسين كنقولوا كدا طططط نو ليكس هي اللي ربحة في هاد القضيات كما عندهم هما بحال هاد سبايسي دراري زوونين كدا طططط جي اليرت تو ماتش كومبليمنتس فور ذا جاي دود كان كومبليميو الدراري ديالنا حتى انت الساط الى وصلتي لذاك المقام غنكومبليميك الى كنتي ظريف وزوين وهذا ما كنشجعوا الشباب اصاحبي ما خاصكش تكون فيك تهبط بنادم اصاحبي سيرتو مغربي I'm gonna change bikini because I can't surf in this one خايزاك and put my wetsuit on and we're gonna go surf خايزاك شكل فيها السم and it's gonna be good and we're gonna catch lots of waves let's go فاك الفيديو سالة قبل من الفيديو سالة دغيا دراري خاصني نرجع للأول فيديو سالة دغيا that's a good vlog she's having fun زاك having fun why not أسات why am I watching another video دراري زاك ولا permanent في هاد الفلوغ دراري being already taken انا المفكرين ديالنا في الشاطئ علاش ديما في التعابير ديالنا كنقولوا ولكن ماشي حيت حتى هي استمتعات حيت الكلمه ديال هي احتا سو كاين جوج حوايج انت تحوي الشخص وكتشدها بحال هكا وكتعنقها كتحويها فهمتي الاحتواء الا شداتك هي ودارت لك بحال هكا حتى هي احتواتك على ديك الحا صاحبي فاك ديك الحا ضيع ديك الكلمه I think بلونغلي ما كتبانش دي فاكت فا ديك الفا ما كتضرش you hear like دي فاكت it's okay like كتجيك باردة في القلب ولكن ديك الحا كتحس براك كاين شي حاجة ماشي هي هذيك اصاط we need to find another word نسمع من الحواء الحاو الخا تحيدو نك so I just went to the store this الكلب كلب عايش بوحدة تما The store When I come in for my sir تال كلب طماعي في بعيد عليها الصاد For like 3 pounds ارمي عليها Just crazy Inshallah You're up early You work hard this is so good guy She's very nice هاد الدراري هاد البنت هادي والله تبان ليا ظريفة ولا لا هاي الدراري تفرجنا بما فيه الكفايه